ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم في فيديو جديد النهارده، ازاي نعرف مثلا في الفيديوهات بتاعتنا ارباح، مثلا اعلى تكلفة للفيديو لكل 1000 مشاهدة، مثلا اعلى تكلفة وارباح لكل 1000 مشاهدة. يعني الحاجات دي لازم نعرف علشان نوصل للفيديو اللي احنا نشتغل عليه، نزود المشاهدات عليه، نشتغل عليه للدولار الناس المتفعلة. فالحكاية دي مهمة جدا 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 ولازم نعرفها. فنبدأ بقى، ندخل على جوجل. انا طبعا جوجل كروم اهو كده، مثلا دي القناة بتاعتي اهيا، فهدخل هنا اعمل تخصيص القناة. احنا كده عايزين الاحصائيات اللي هي بتاعتنا علشان نعرف ندخل لها منين. فواخدها لكم واحدة واحدة كده. طبعا كده تاني، فهو بيحمل، معلش بس النت زي الزفت. دي بقى هي ان عملنا تخصيص القناة فجت لنا الاحصائيات دي. يعني مثلا هنا بيبقى الصفحة العامة بتاعتنا، اللي بعدها الفيديوهات. هنطلع بقى عارفين اللي هي عاملة زي الشبكة دي، هنكبس عليها هيجي لنا مكتوب تحتها، ما تكبس عليها بيجي الاحصائيات، بيجي لنا بقى نظرة عامة، مستوى الوصول الى الجمهور، التفاعل، الجمهور والارباح اهي. طبعا دي الاحصائيات. هنيجي هنا عند الارباح، هنكبس عليها، هنيجي هنا عند اخر 28 يوم، نعملها ال7 ايام الاخرى بس. وهنيجي هنا عند الاطلاع على المزيد، ونكبس عليها كده بقى، هيدخل لنا على المكان اللي احنا عايزينه بالظبط. خطوات بسيطة جدا وبنعرف بيها. جاب لي هنا ارباح المقدرة، وجاب لي الارباح لكل 1000 مشاهدة اللي هو الـ RPM، وجاب لي عمليات التشغيل المقدرة التي تحقق الربح، وبعدين جاب لي التكلفة لكل 1000 ظهور استنادا الى معيار التشغيل. بنيجي بقى نشوف، ادي قدامنا الفيديوهات كلها هي، ونيجي عند الارباح بقى من الارباح، ونسيبنا من عمليات التشغيل. بنيجي عند تكلفة لكل 1000 مشاهدة اعلى رقم، ونشوف هنا أعلى. نشوف الفيديو اللي قصادهم بقى اسمه ايه. مش هعرف اوري لكم الارقام اللي هنا الموجودة، بس في فيديوهات بتبقى عاملة، في فيديوهات بتبقى عاملة مثلا وبكده. حبايب قلبي، عرفنا ازاي ان احنا نشوف اعلى تكلفة استنادا لمعيار التشغيل، واعلى ارباح لكل 1000 مشاهدة، نشوف النسبة الاعلى ونختار الفيديو ده. لما احنا نشتغل عليه هيجي لنا ارباح اكتر. يعني مثلا لو احنا دخلناه في جروبات، او مثلا اشتغلنا عليه شغل كويس، هيجي لنا منه اعلى ارباح. يعني هو مش عامل الارباح دي، لكن هو عند اليوتيوب بيبقى مثلا تكلفته عالية، فانتم ما تشتغلوا عليه فهو التكلفة بتاعته بتزيد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.